فيلم إيليانز لجيمس كاميرون من الأفلام اللي كانت بتلهم مصممين ألعاب كتير في العشرين سنة اللي فاتوا. على سبيل المثال الأسلحة اللي في لعبة دوم، الكائنات الصغيرة اللي في لعبة هاف لايف، وتقريبا كل حاجة في لعبة هيلو. باختصار الفيلم أفكاره مغرقة الفيرس بيرسون شوتر يمين وشمال، لكن برغم من كل الأفكار دي إلا إن شركة جير بوكس واجهت صعوبة في تصميم لعبة فيرس بيرسون شوتر لفيلم إيليانز ذات نفسه. اللي زود التيم بالا هو إن عشاق السلسلة كانوا متوقعين حاجة كبيرة، غير إن معظم أفكار الفيلم بقت مستهلكة كتير في عالم الألعاب. جير بوكس نفس الشركة اللي أنتجت بوردر لاندز، واضح إنها بعد 6 سنين واللعبة تحت التصميم أثبتت لنا فشلها في إنتاج لعبة محترمة لسلسلة إيليانز. Attention, chicks and dicks of the USS Sephora. As of right this second, Rhino 2-1 and Rhino 2-3 are fighting to get a hold of the situation we're in. We don't leave Marines behind. الحق يتقال جير بوكس جايبين الصوت والصورة من الفيلم بالضبط، ابتداء من صوت نبضات القلب المكتومة وصوت الرادارات إلى الموسيقى التصويرية المقلقة والإضاءة وحركتها بالرغم من إن المكان كله كان مظلم. باختصار هتحس إلى حد كبير من ناحية المؤثرات إنك بتلعب جوه الفيلم، وده بيرجع لأن الشركة المصممة كان متاح لها تستخدم كل التصاميم الأصلية اللي استخدمت في الفيلم قبل كده، وده أدى إن في تفاصيل كتير جدا من الفيلم موجودة في اللعبة، وبالتالي اللعبة بيبان ارتباطها بالفيلم بشكل كامل. مأساة من المآسي اللي في لعبة Aliens Colonial Marine إن النسخة اللي نازلة للكونسول بتفتقر لجزء كبير جدا من الاداء اللي متاح على البي سي. على سبيل المثال التكشر الاقل جوده على الاسطح، ومفيش فيرتيكال سينكرونايزيشن، والصوره بتقطع، وكمان البارتيكل سيستم من الجيل اللي فات، وده خلى اللعبه لا توازي الحقبه التقنيه الحاليه من ناحيه الجرافيكس. عموما هي مش وحشه قوي لدرجه انك ما تقدرش تلعبها مثلا، لكن واضح انها دون المستوى. Grab your torch. Get me the hell out of here. Aliens Colonial Marine تنفع حلوة قوي كمتحف إلكتروني للخيال العلمي، لكن أنا آسف اللعبة دي ما تنفعش First Person Shooter. السبب الرئيسي هو أن اللعبة فشلت أنها توفر أقل قدر من الإثارة والرعب، وده يمكن يكون بسبب اتجاه اللعبة الحدثي في الألعاب، واللي بيتيح لك مجموعة كبيرة من الأسلحة اللي معظمها قوته بتفقد الخصوم قدرتهم على التأثير فيك كلاعب، أو يمكن عشان الخصوم بتاعتك بتبدأ الهجوم عليك من مسافة بعيدة بتديك اليد العليا في المعركة، زائد أن الخصوم من الجنود الذكاء الاصطناعي ليهم مخزي وردود أفعالهم سخيفة. اللعبة مدتها 6 ساعات من مشاهد الخيال العلمي، بس مفيش متعة لعبة خالص. السبب هو أن كل أشكال المعارك في اللعبة مملة. على سبيل المثال اللودر العجيب اللي هتركبه وبيهاجم بدراعاته، والجهاز الآلي اللي بتستخدمه جوه الممر الموبوء بكائنات الفضائية. اللعبة حتى فشلت تقلد كول أوف ديوتي. أما عن القصة فعلى حسب كلام جير بوكس كانت المفروض هتجاوب على سؤال إيه اللي حصل لهادليز هوب بعد أحداث الفيلم، لكن قصة اللعبة ملهاش أي مضمون، ده غير إن اللعبة في آخرها واحد من أسوأ البوس فايتس اللي في التاريخ، وواضح إن الإجابة اللي بتدور عليها مش هتوصل لها في اللعبة، وغالبا ما هتنزل في DLC وهيكون بفلوس. بمجرد انتهاء اللعبة تقدر تلعبها من الأول وجديد كووبريتيف مود، أو تلعب اللعبة جماعي أونلاين، واللي بيوفر لك أكتر من أسلوب واحد في اللعب. واحد من الأساليب دي اسمه أسلوب الهروب، واللي على حد كبير بيشبه ليفت فور ديد، ولكن للأسف مفيهوش غير خريطتين فهتزهق منه بسرعة. في أسلوب تاني هو أشهر الأساليب بين الألعاب وهو الديث ماتش، وده فريق الإليانز فيه مصمم بشكل سيء والتحكم فيه ضعيف، وفريق المارينز قوته مبالغ فيها وغير متزنة بالمرة مع قوة الإليانز. Aliens Colonial Marine تشبه الفيلم من ناحية الصوت والصورة، لكن أوعدك إنك مش هتحس بأي حاجة من اللي حسيتها وأنت بتتفرج على الفيلم. فوق ده كمان ما فرقتش في أي حاجة عن أي لعبة شوتر لعبناها من 20 سنة. يا سلام بقى لو أنت ميسور الحال وعندك بلاي ستيشن أو إكس بوكس، هتعاني أكتر من اللي عندهم بي سي بسبب المشاكل التقنية الغير مقبولة في الجرافيك. من الآخر، في عشاق للفيلم كانوا مشتاقين يشوفوا اللعبة 5 دقايق والإحساس ده بيتلاشى، وما بيفضلش غير منظومة لعبة دون المستوى المتوسط بل وتصل إلى الدرجة الرديئة على الكونسولز. هو واضح إن اللي عمل اللعبة كان بيحب الفيلم، الموضوع كان محتاج خيال أوسع ومجهود وتركيز أكبر بكتير من كده.